رجع لكم في خنار، مازلنا موصلين معكم حتى للثمانية كيف العادة، أهم الأخبار الوطنية والعالمية في الريكاب دو جور. الريكاب دو جور. الريكاب دو جور. مرحبا بكم في ريكاب لليوم 32 ماي. أكد منسق ائتلاف صمود حسام الحامي لدى حضور اليوم في برنامج ميديميد أنه من الضروري اليوم الخروج من المأزق لتجنب تنظيم حوار سوري، قائلا إنه إن كان الحوار ليس له مصداقية سيكون الاستفتاء كذلك فاقد للمصداقية. وأضاف أن الائتلاف يقترح تأجيل موعد الاستفتاء، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تبرأ من مجموعة المفسرين المتبنيين لمشروع النظام القاعدي، قائلا في ذات السياق حتى العميد صادق بالعيد مش مطمئن وفق تعبيره. أكدت رئيس الحكومة نجلة بودن في منشور حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2023 وجهته يوم 20 ماي الجاري إلى الوزراء ورؤساء الهيكل والولايات على ضرورة مزيد التحكم في كتلة الأجور وترشيدها، كما دعت إلى إعداد رزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، علاوة على انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحظائر، وحددت نسبة الترقية العادية ب 20%. وتتمثل الإجراءات في حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى، مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والعدل، بالإضافة إلى ترشيد الزيادات في الأجور. وأكد المنشور الحكومي على عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، مع مزيد التحكم في إسناد الساعات الإضافية وإسناد راحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية. الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أكد اليوم في تصريح مراسلنا رمز العياري أن موقف الاتحاد واضح من الحوار، وليس هناك وساطة للتراجع عن قرار عدم المشاركة في اللجنة الاستشارية والحوار. وقال الطبوبي الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب التونسي. دولياً حطمت جدة سويدية في سن 103 الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سناً ينجز قفزة ثنائية بالمظلة. وقالت روت لارسون لوكالة الأنباء السويدية كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة، مضيفة أن كل شيء صار كما هو مخطط له. وقد أنجزت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومتر جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، وكان أفراد عائلتها وأصدقائها في استقبالها في المطار. وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعد حامل إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض. كانت هذه ريكاب اليوم، قدمتها لكم أميمة بن عبيدة. المشوار متواصل مع أسامة وعلي في برنامجكم آخر النهار.